ماما انا كنت هطلب منك بس شويه حاجات كده للمدرسه. حاجات ايه؟ مش انا اشتريت لك كل طلبات المدرسة يا بنتي؟ ده شويه حاجات بسيطه، هو فوم وجلاتر وشويه حاجات كده الميس عايزاها. طيب استني بقى لما نقبض، انتي عارفة ان احنا ظروفنا على قدنا ومش هقدر اجيب لك كل الطلبات دي. وانا يعني مطالبه حاجه صعبه، دي حاجه بسيطه يعني مش هتاثر في المصروف بتاع البيت ولا حاجه. يا بنتي اسمعي الكلام، انا عارفة اللي بقولك عليه، انا قلتلك الكلمة ومش هكررها تاني، الحاجات دي مش هنجيبها الشهر ده خالص. انا مش عارفه ليه ماما كل شويه لما اطلب منك حاجه تفضلي تقولي لي احنا عايشين على قدنا، احنا مش معانا فلوس. عشان هي دي الحقيقة، يعني اكدب عليكي؟ مش لازم تكوني عارفة ظروفنا. خلاص ماشي ماما، بس انا دلوقتي لما بروح المدرسه بلاقي صحابي كلهم جايبين حاجات جديده الا انا، كل شويه تقولي لي خدي حاجه السنه اللي فاتت سواء كانت شنطه او هدوم او جزم. ليه يا ماما كده؟ طالما الحاجة اللي أنا جايباها لسه كويسة ما تستخدميها، نغسلها ونلبسها تاني، مش هيحصل لها حاجة يعني. وبعدين أنا قلتلك قبل كده 100 مرة ما تبصيش لحد وملكيش دعوة بعيشة حد. خلاص ماشي ماما، انا رايحة المدرسة. سلام. استني خد المصروف بتاعك. ايه ده 5 جنيه؟ لا يا ماما شكرا مش عايزة. كفاية يا بنتي، يعني انتي هتجيبي ايه؟ يعني هتجيبي بسكوت وخلاص؟ لا شكرا يا ماما، خدي ال5 جنيه دي انا مش عايزاها. ماما أنا نازل الشغل مش عايزة حاجة. لا يا حبيبي شكرا. اعملي حسابك بقى إن شاء الله إن أنا مش هاجي على الغدا، لأن أنا النهاردة عندي درس خصوصي لطالب جديد بعد المدرسة. آه بالحق، جارتنا كمان عايزك تشرح لابنها ويبقى الدرس الخصوصي في البيت. طيب الحمد لله كويس، أهو كده هعرف أدفع قسط الهدوم اللي أنا اشتريتها بتاعت الشتا. أنا جعان، مش هتحضر النفطر بقى ولا إيه؟ حاضر، في فول وبيض وطعمية وجبنة، أعمل لك إيه؟ حيلك حيلك، اعملي سندوتش فول كفاية أوي، وخلي الباقي علشان نتغدى بيه. يعني احنا النهاردة هناكل على غدا بيض وطعمية؟ إن شاء الله، نعمة من عند ربنا، ماله الأكل ده؟ ملوش يا بابا. الحمد لله إن أنا مش جاية على الغدا. سلام بقى يا بابا. سلام يا ماما. مع السلامة يا حبيبي، ربنا يستر طريقك يا رب. مع السلامة يا بنتي، خلي بالك من نفسك. أنا اتأخرت عن المدرسة. سلام. ازيك يا نجوى، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. المس بتقولي ان احنا عندنا امتحان بكرة. ربنا يستر. يلا يا بنات، انا عايزة الادوات اللي انا طلبتها. معلش يا مس، هجيبها لك بعد كام يوم كده. هو انا كل ما اطلب نشاط تقولي لي نفس الكلام يا بنتي؟ انا بطلب حاجات قليله والله، لو شفتي باقي المدرسه تعرفي ان انا كرمكم جدا. والله عارفه يا مسمع، معلش الظروف بس مش كويسه معانا اليومين دول. خلاص يا بنتي اقعدي، مفيش مشكله ولا يهمك. اكتر حاجه مضايقاني ان انا كل شويه اتحرج قدام الفصل كله بسبب الانشطه. معلش يا نجوى متزعليش، حقك عليا. وانتي ذنبك ايه بس؟ انا كل ما اطلب حاجه من ماما ولا بابا يحسسوني ان انا بطلب كنز مثلا، مع انها بتكون كلها حاجات بسيطه وعبيطه كمان. معلش يمكن مش معاهم فعلا. مش عارفه بس بحس كده، لان في حاجات كتيره ممكن تجيبها في نظري انا ملهاش لازمه، لكن هي بتكون شايفه انها حاجات مهمه. زي ايه مثلا؟ انتوا بتتكلموا مع بعض ليه؟ مش عايزه صوت في الحصه بتاعتي. انا اسفه يا ميس. حاضر. خلاص اسكتي بقى لحسن المس هتزعق لنا، نكمل كلامنا بعدين. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، عملتي ايه النهاردة في المدرسة؟ المس زعقت لي عشان ما جبتش حاجات النشاط. يا ستي مش مشكلة، حصل خير. خلاص ماشي ماما، انا داخلة على اوضتي اغير هدومي. انت عملتي الاكل؟ اه يا حبيبتي عملته. معلش بس هاتيلي من اوضة الغسيل ابرة وفتلة عشان اخيط شوية شرابات هنا. ماشي يا ماما. حاضر. ايه ده، ايه الصندوق الغريب ده؟ انا اول مره اشوفه في الاوضه. اه ده كان موجود هنا على طول بس دايما كان متغطي، اول مره يتشال من عليه الغطا. ماما هو الصندوق اللي جوه ده فيه ايه؟ هي ماما مش سامعاني ولا ايه؟ انا هفتحه واتفرج واشوف فيه ايه، يمكن الاقي الابره والخيط. يا نهار ابيض، ايه الفلوس دي كلها وايه الذهب ده؟ هي ماما بتحوش من ورانا هي وبابا ولا ايه؟
ولا دي مش حاجتنا اصلا ولا ايه النظام؟ انا مش فاهمه حاجه. طب اعمل ايه؟ اسالها ولا بلاش؟ نجوى فين يا بنتي الابره؟ خلاص يا ماما انا جايه هجيبها. حاضر. ايه ده؟ انت ايه اللي خلاكي تفتحي الصندوق ده؟ ماما هو الفلوس والذهب ده كله بتاعنا ولا ايه؟ يا بنتي ده سر ما ينفعش اي حد يعرفه. يعني دي حاجتنا ولا حاجة حد ولا ايه؟ انا مش فاهمة حاجة خالص. بصي يا بنتي انا هحكي لك على كل حاجة. احنا اصلا ابونا واجدادنا كانوا عيلة غنية جدا، واحنا ورثنا منهم كل الفلوس دي، بس للأسف مع الفلوس دي ورثنا كمان خطر، لان للأسف ثروتهم كانت عن طريق اعمال غير مشروعة، وفي عصابات بيدوروا علينا ولو عرفوا مكاننا ممكن يخلصوا علينا. عشان كده انا وباباكي لما اتجوزنا سافرنا لمكان بعيد وعملنا ان احنا فقراء، وجينا هنا وعشنا وخلفناكم انتي واخوكي. انا بجد مش مصدقه الكلام اللي انا بسمعه ده. يعني احنا بقالنا سنين عايشين في الفقر وانتم معاكم كل الفلوس دي وساكتين؟ احنا من كتر ما نسينا حوار الفلوس دي احنا اتعودنا اصلا على عيشه الفقر وخلاص. بس يا ماما اللي بيحصل ده مش صح. هو ده الحل الوحيد اللي نقدر نحمي بيه نفسنا. بس انا ماما العيشه دي مش عاجباني، ليه ما ناخدش الفلوس والذهب ونصرفهم ونستمتع بحياتنا؟ المشكلة إن الحاجات دي متبلغ عنها همنا قايلة لك هي جاية عن طريق أعمال غير مشروع، يعني ممكن لو صرفناها نتحبس. يعني ممكن نتحبس أو نتخطف من العصابات كمان؟ طب هي إيه الأعمال المشبوهة دي يا ماما؟ أهلي أنا وباباكي كانوا أصحاب وكانوا شغالين في الآثار وعملوا كمية فلوس كبيرة جدا، ولما حصل خلاف بينهم وبين الناس اللي بيسلموا لهم الآثار جدك قرر إن هو يهرب، وأخد باباكي وطلب من بابايا إن هو يهرب معاه لأنهم كانوا أصحاب جدا وجيران، وأنا وباباكي كنا بنحب بعض من وإحنا صغيرين، وهم بعد كده هربوا واستخبوا وعاشوا حياتهم وإحنا كبرنا واتجوزنا وورثنا كل الفلوس والذهب اللي قدامك دول. طيب أنت ماما عمرك ما جربتي تصرفي من الفلوس دي ولا تحاولي تبيعي أي ذهب من ده؟ لا ولا انا ولا باباكي جربنا ان احنا نصرف منهم لاننا خفنا يتقبض علينا. انا مصدومه بجد ومش قادره اصدق كل اللي انت بتحكيه ده يا ماما. ده سر يا حبيبتي، اوعي تعرفي اي حد عنه. حاضر يا ماما. الو. ايوه يا استاذ مروان، حضرتك طلبتني. ايوه في عميل جديد عندنا وكان عايز يشوف شويه تقارير، فانا عايزك تجيب لي التقارير الماليه لاخر 3 شهور وتجيلي على المكتب. ايوه اتفضل. هي دي كل التقارير اللي حضرتك طلبتها؟ مش معقول. خيرت انت فين يا راجل؟ انا بقالي سنين بدور عليك ومش لاقيك. سامي ايه المفاجاه الغريبه دي؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ايوه معرفه قديمه. وحضرتك بقى تعرف الأستاذ سامي منين؟ كان شغال مع والدي زمان. إحنا عايزين نشرب فنجان قهوة بعد الشغل لو فاضي. والله الحقيقة عندي شوية مشاوير كده مش هكون متاح يعني. طيب هات رقم تليفونك علشان عايزك ضروري. مش إن شاء الله هبقى أجيبه ليك. هو أنت مش عايز تديني النمرة ولا إيه؟ لا إزاي أنا هديك النمرة، ده أنت أهم عميل عندنا ولا إيه يا أستاذ خيرت؟ اللي تشوفه حضرتك. بعد إذنكم هرجع أكمل شغلي. مصيبة مصيبة، مش هتصدقي إيه اللي حصل النهاردة. ولا أنت هتصدق إيه اللي حصل لي أنا كمان. أنت عارفة أنا شفت مين في المكتب؟ أنا شفت سامي. يا نهار أسود، إيه اللي جابه ده؟ طلع عميل مهم في الشركة عندنا. لا وكمان ايه، عايز يتكلم معايا ضروري. يا ترى عايزني في انهي مصيبة؟ على فكرة نجوى عرفت كل حاجة عننا. يا نهار ابيض، مين اللي قال لها ايه اللي حصل؟ كانت بتجيب حاجات من اوضة الغسيل وشافت الفلوس والذهب، وانا اضطريت احكي لها كل حاجة. انت بتهزري، ازاي تقولي لها حاجة زي كده عننا؟ البنت ما بقتش صغيرة وكان لازم تفهم كل حاجة، هي خلاص عرفت الحقيقة. طب المفروض اتصرف ازاي دلوقتي؟ المدير ادى رقم التليفون بتاعي لسامي، اقفل تليفوني طيب ولا اعمل ايه؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه، احنا هنفضل هربانين كده لامتى؟ الماضي برضو ورانا ورانا ومش عايز يسيبنا في حالنا، مش قادرين نعيش حياه طبيعيه زي باقي البني ادمين. ازيك يا خيرت، عامل ايه؟ ايه يا ابن الغيبه دي، فينك كل ده؟ بخير بخير الحمد لله. أنا كنت بكلمك عشان كنت محتاجك في حاجة مهمة.
أنا مبطل شغلي من زمان والله، فما أعتقدش إن أنت هتقدر تستفيد مني في أي حاجة. أنا خلاص بعدت عن أي حاجة حرام، ودلوقتي عايش على قد فلوس الشركة اللي أنا شغال فيها وبس. وده اسمه كلام يا ابني، أنا جايلك في مصلحة، اسمع مني بس. عايز مني إيه؟ أنا دلوقتي متجوز وعندي ولاد وعايز أحافظ على عيلتي. طالما عندك ولاد يبقى تخاف عليهم وتسمع كلامي. قصدك إيه بالكلام ده؟ قصدي اللي انت فهمته، في عملية انا محتاجك فيها هنخرج اسر من مكان، وانت تعرف كل الاجراءات المطلوبة، وانا محتاج ناس معايا لان الرجالة بتاعتي معظمها اتمسك، ولو جيت هديك نسبة 7% من الحاجة اللي هتطلع. انا قلت لك ان انا مش عايز اشتغل في الحاجات دي تاني، ومش عايز فلوسك ولا فلوس اي حد. انا الفلوس عندي مرمية ومش عارف استفيد منها باي حاجة. ايه اللي خلاك تقول كده؟ ازاي يعني مرمية؟ ما تستخدمها يا ابني براحتك. واتمسك يعني ولا ايه؟ ولا هتتمسك ولا هيحصل لك اي حاجة. العملية الاخيرة اللي عملناها مع بعض زمان، كل واحد اخد نسبته، انا صرفت فلوسها كلها وما حصلش اي حاجة. وبعدين ما تقلقش، احنا مديين نسبة نص الشرطة، عشان كده الحكومة ماشية المواضيع معانا. قصدك ايه يعني الفلوس دي لو صرفتها مش هتمسك ولا هتحبس ولا هيحصل لك اي حاجة؟ طب انا عايز اطلب منك طلب. انت تؤمر يا خيرت، عايز ايه؟ انا عايزك تنسى ان انت شفتني خالص وتسيبني في حالي. انا عايز اربي ولادي ومش عايز ارجع تاني للحرام. برضو مصر ان انت تزعلني منك، انا زعلي وحش وانت عارف. خلاص انا موافق على كل طلباتك، بس سيبني بس يومين كده اظبط نفسي. طيب تمام اتفقنا. هتعمل ايه مع سامي؟ انت عارف ان هو ديبو مش سهل ومش هيسيبنا في حالنا. ما تقلقيش، انا هحط له خطة وقعه في شر اعماله. ازاي؟ فهمني. اول حاجه عايز اقولك ان انت تقدر تصرفي الفلوس اللي موجوده والذهب وكل حاجه، وتعينيهم في البنك شهاده ليكي وللعيال، والارباح اللي هتطلع هتقدري تعيشي بيها مرتاحه. تاني حاجه انا هسجل له الكلام اللي هو هيقوله لي، وهقدمه للمباحث وهخليهم يمسكوه. بس قبل اي حاجه لازم تكوني عملتي اللي انا قلت لك عليه من ناحيه الشهادات، مش عايزين يبقى موجود هنا معانا فلوس ولا ذهب ولا اي حاجه. واحنا لو استخدمنا الحاجات دي ممكن نتحبس. انا كنت مفكر زيك كده، بس سامي بيقول انهم صرفوا الفلوس واستمتعوا بكل حاجه لانهم كانوا مدين نسبه للشرطه، وعشان كده الحكومه مشت لهم امورهم. فانا مش عايزك تقلقي من الموضوع ده، احنا بعد كده مش مضطرين ان احنا نعيش فقرا، خلاص عيشوا بالشكل اللي يريحكم. بس لازم احميكم من شر سامي، لازم اتفق مع البوليس واسجل المكالمات واطوعه كانه هبقى معاه لحد ما يوديني مكان المقبره، وهناك الشرطه هتقبض عليهم كلهم وهتتحفظ على الذهب والحاجات اللي هيلاقوها. ده احسن حاجه فعلا هتعملها، وبعدها نعيش مرتاحين طول عمرنا. يا رب بقى نخلص من الكابوس ده. ان شاء الله ما تقلقيش. بص يا سيدي، كل اللي مطلوب منك ان انت هتيجي معانا، وهيكون معانا كمان 3 غيرنا. الموضوع ان احنا هنطلع شوية ذهب من المقبرة، احنا خلاص حفرنا، لكن محتاجين معانا ناس يساعدونا. ما تقلقش، شوف انت عايزني اجي معاك امتى وانا معاك. أول لما نبدأ في التنفيذ هكلمك على طول وتجهز نفسك وتيجي. طيب تمام، تحت أمرك. أنا النهاردة قابلت سامي في النادي وسجلت له، وإن شاء الله هروح للبوليس وهبلغ عنه. أنا بصراحة خايفة عليك قوي. ما تقلقيش عمر الشقي بقى، المهم أنت عملتي اللي أنا قلتلك عليه. أيوة عملت كل اللي أنت قلتلي عليه. من هنا ورايح ما تحرموش نفسكم من اي حاجة، اللي نفسكم فيها تو، انسي كل السنين اللي فاتت دي خالص. ربنا يستر من اللي جاي، انا مش عارفة ليه قلبي مقبوض وقلقانة. لا ما تخافيش ان شاء الله خير. لو سمحت انا كنت عايز ابلغ عن واحد. اتفضل. عايز تبلغ عن مين؟ في واحد انا عارفه شغال في الاسر وعايزني اشتغل معاه، بس انا رفض. هو انت متأكد من المعلومات دي؟ أيوة طبعا، وهم سجلوا كمان المكالمات. طيب ممكن أسمع المكالمة؟ أكيد طبعا، اتفضل يا فندم. أيوة فعلا أنت عندك حق. طيب إحنا لازم نتأكد من صحة التسجيلات دي. تمام، أول لما يجي يعرفني المكان عشان أروح المقبرة هبلغكم بالميعاد والمكان وبكل حاجة، وحضرتكم هتتأكدوا بنفسكم. تمام، في انتظارك. انا بعت لك اللوكيشن على التليفون على الواتس، تجيلي دلوقتي حالا عند المقبره. خلص ماشي، جايه لك على طول وانا مستنيك. الو حضره الضابط، انا هبعت لحضرتك دلوقتي حالا اللوكيشن بتاع المقبره، انا رايح لهم دلوقتي، تقدر حضرتك تحصلني علشان تظبطهم متلبسين؟ تمام.
كويس ان انت ما تاخرتش، كنت لسه هرن عليك وانا اقدر اتاخر عليك برضو. والله وقعت يا سامي، احنا يا ما دورنا عليك. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ انا قلت لك ان انا مش عايز اشتغل معاك وانت برضو كنت مصر، علشان كده بلغت عنك. منك لله يا شيخ، انا غلطان ان انا رجعت وثقت فيك تاني، وانا اهم حاجة عندي عيالي، وانا قلت لك مش عايز اشتغل في الحرام. الحمد لله، انا مش مصدق ان احنا خلاص خلصنا من الكابوس بتاع سامي ده. ولا انا والله كمان مصدق، الحمد لله ان هي عدت على خير كده، نقدر نعيش حياتنا بشكل طبيعي واحنا مرتاحين من اي حاجة كانت مخوفانا زمان. انا مبسوطه قوي يا بابا ان انت قدرت تعمل كده، انت دلوقتي بقيت بطل وقدرت ان انت تنقذ الاثار وتروح المتحف بدل ما تتسرق وتهرب زي اي اثار بيلاقيها المجرمين. زمان واحنا صغيرين كان بابايا شايف ان الاثار دي مش حرام، وبيقول دي كنوز واجدادنا سايبينها لنا عشان نصرفها ونستمتع بيها، بس لا الكلام ده غلط، الدوله هي اللي من حقها بس تاخدها، دي حاجات مش من حقنا لانها مش ورث، احنا كنا غلطانين لما فكرنا في كده زمان. انا شايف ان الحاجات دي لازم تكون موجوده في المتاحف وكل الناس تتفرج عليها، مش حد بس اللي هياخدها ويستفاد منها. فعلا يا بابا انت عندك حق، انا فخوره بك ومبسوطه ان انت بابايا.